سناء منصور، رؤيا إذاعية، طارق عليش. كان يا مكان، كان في قرية هادية وجميلة وكل سكانها طيبين وبيحبوا بعض، وكان في ديك جميل قوي كل يوم بيصحى الصبح يصيح بصوته كوكوكوكو، والناس تصحى على صوته تصلي الفجر وتبدأ يومها. الديك من كتر ما كان صوته حلو كان مغرور قوي، وكل الفراخ ما كانتش بتحبه، ولا كان في حد من الديوك التانية بيحب يتكلم معاه. فخدوا صاحبه وقرر انه يبيعه في السوق عشان يخلص من مشاكله. صحي الصبح وخد الديك في قفص وراح بيه السوق ووقف علشان يبيعه، وكل واحد يقرب يتفرج على الديك يمسكه من ريشه ويحط ايده عليه. الديك يتعصب جدا. اوعى ايدك، شيل ايدك، ما تحطش ايدك عليا. الناس تشوف الديك وهو متعصب ومتضايق ما ترضاش تشتريه وتسيبه وتمشي. صاحبه بصله وقال له انت ديك مغرور قوي، انا ممكن اسيبك هنا وامشي ومحدش هيرضى ياخدك، والصقر ممكن ياكلك. الديك يسمع الكلام ده من صاحبه خايف قوي وراح قال له وهون عليك، أنا اللي بصحيك كل يوم، تقوم تصلي الفجر وتبدأ يومك. صاحبه ما بصوش ووقف يتكلم مع الناس عشان حد يجي يشتري. قرب راجل من سكان القرية من القفص اللي فيه الديك وقال لصاحبه أنت بتبيع الديك ده؟ آه خلاص أنا هشتريه منك. دفع الراجل فلوسه وخد الديك ومشي. الديك كان فرحان جدا انه هيرجع تاني للقرية اللي تربى فيها، وحيقوم كل يوم الصبح يصيح تاني زي كل يوم. وصل الراجل لبيته ومعاه الديك وحط الديك جوه القفص. الديك من كتر التعب نام وراحت عليه نومة طويلة. صحي الصبح وهو مفزوع انه نسي يصحى علشان يصحي الناس، بس لما قام لقى الناس صحيت عادي وراحت شغلها والكل عايش عادي جدا. قال لها استغرب، فشاف واحدة من الفراخ فسألها ايه ده؟ هو الفجر طلع ازاي؟ زي كل يوم، بس انا كنت نايم وما صحتش اصيح بصوتي زي كل يوم. ضحكت الفرخة وقالت له في ديوك كتير مش انت لوحدك، وبعدين انت اساسا بتقوم تصيح بعد طلوع الفجر، يعني مش انت اللي بتجيب الفجر. اتكسف الديك جدا من نفسه وقال انا كنت فاكر ان انا الديك الوحيد اللي بيقوم يعمل كده كل يوم. كل مغرور بيفكر كده. سابته الفرخة ومشيت. وقف الديك يفكر شوية وراح صايح بصوته، وسمع اصوات صياح جاية من كل مكان حواليه، اصوات ديوك تانية في القرية. استغرب جدا، بس عارف حاجة، عرف انه مش هو بس اللي بيصيح بصوته اول كل يوم. توتة توتة، خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يا ماما بصحى كل يوم عايز اسمع احلى كلام في اليوم، حدوتة ملتوتة لا دي جميلة في كل مكان والكل العيلة، قطر صغنطوط وفي كل بلد وياه هنفوت، هنسمع احلى حكاية جميلة وطنط سناء هتقولها لينا. نازلين الصبح مبسوطين عالراديو
كده متجمعين هنسمع واحنا مركزين على الراديو 99. حدوته ملتوته كتبها مصطفى عبد الفتاح، تحكيها طنط سناء منصور، رؤيا إذاعية طارق عليش.